وصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين والدراسات المقدمة من الأعضاء. شهدت الجلسة مناقشة التقرير البرلماني عن دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والتي تهدف إلى إعطاء أهمية أكبر لموضوع تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الإطار الرسمي. جلسة جديدة ناقش خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القوانين والدراسات المقدمة من الأعضاء. الجلسة العامة شهدت مناقشة التقرير البرلماني عن دراسة حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، والتي تهدف إلى إعطاء أهمية أكبر لموضوع تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الإطار الرسمي سعيا لتعظيم العوائد المتحققة منه. الأزمات الأخيرة ووقوف الحكومة بجانب العمالة إذا كانت في ظروف معينة وغيرها، أعتقد إن دي لو تم التركيز عليها هتبقى دعوة ناجحة جدا لانضمام هذه العمالة أو الاقتصاد غير الرسمي. في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب العالم كله، وفي ظل ما تسعى إليه الدولة من جهد الحقيقة للتعامل مع هذا الملف والتخفيف من وطأة هذا التحدي الكبير، يصبح الاهتمام بالشباب ومساندته وتنمية قدراته الاقتصادية لبناء مستقبله ومستقبل وطنه يصبح أمرا بالغ الأهمية، وهو ما أكدت عليه هذه الدراسة القيمة والتي تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق. الدراسة تهدف أيضا إلى العمل على معالجة ما سببه الاقتصاد غير الرسمي في بنية الاقتصاد الوطني من خلال إصدار التشريعات المنظمة واتخاذ الإجراءات الفاعلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب في ظل ضمانات قانونية وتأمينية. وفي ختام الجلسة قرر رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة على أن يستكمل المجلس مناقشة التقرير خلال جلسته غدا الثلاثاء.